يا أخي فضيلة للزهراء عليه السلام في يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سينادى يوم القيامة: غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة من على الصراط. لم يحتملوها. يحتملون حديثا فيه أن عمر رفس فاطمة عليها الصلاة والسلام، وعمر من أركان مذهبهم. هم يعلمون أن هذا الحديث إذا فشى، إذا عرفه الناس، لسقط عمر، وعمر ركن من أركان المذهب البكري. إذا سقط يسقط هذا البناء البكري بأجمعه، وهذا ما لا يريدون.